سعيد صلاح سلامه. اللي خلينات يعني السنه دي يعتبر بالنسبه في طرش مشكل، في زيتون، في ليمون، في بصل، في فلفل، في خيار، في خيار قشه، في بصل مستورد. بالنسبة لرمضان بيبقى له جو غير أي جو التاني في الأيام العادية، إن ده يعتبر ده موسم بالنسبة للمخللات. فبيحتوي بقى على إيه؟ طبعًا الطبق المخلل على الفطار ده أساسي، بيبقى مكون من كل حاجة. يعني بيجي مثلًا من الغيط، طبعًا بيتغسل، ياخد كذا مرحلة، بعد كده بيخش على الإيه؟ تعقيم وبتاع وغسيل وحاجات زي كده، وبعد كده بتيجي تطلعه تصنعه بقى تجهزه على الإيه؟ على زي ما أنت شفت في البطرمانات وفي الإيه؟ وفي العبوات وفي الحاجات. بتعتمد فيها على الخبرة، تعتمد فيها على الجودة، تعتمد فيها على الناس اللي بتأدي الحاجة. كل ده بيعتبر بيدي للخبرة، بيدي يعتبر تمييز عن أي حد. ده اعتماد، ده اعتماد، ده كله بيعتمد على سوق إيه؟ سوق التعامل مع المخلل، بحيث أن أنت مثلاً زي بيقولوا إيه؟ أنت بتستعمله صح، عمره ما إيه؟ عمره ما يحصلوا الحاجات دي. تعتمد على جو بارد، ممكن تلاجة، ممكن تيجي تستخدمه مثلاً بمعلقة، ممكن لازم يبقى متغطي دايماً في المية عليها، ماشي؟ المحلات بتبقى نفس الطريقه، لازم بس بتعتمد على الجو بتاعها يكون ايه. طبعا مش هتحط الكميات كلها في قلب ثلاجه، بتعتمد على ايه؟ على ان انت يكون مكان رطب، مكان فيه نظافه، كله بيعتمد على كده. اولا بتحط في الثلاجه او جو بارد، تمام؟ بعد كده تستعمل بالمعلقه، وبعد كده يكون ايه؟ متغطي بايه؟ بالميه. ودايما الحاجه اللي تاخدها منه ما ترجعهاش تاني. دي ما دي نصايح كده لاستخدام المخلل اللي هو بيستخدمه في الايه؟ في البيت. منع للريم، منع للبكتيريا، منع للبوظان، منع للحاجات دي كلها. لا، مخلل المحلات بتعتبر حاجه سوقي، تعتبر برضو مهما كان على حسب الاماكن اللي بتبقى موجوده فيها. يعني ما تجيبش مثلا هايبرات لها وضع معين، سوبر ماركات لها وضع معين، محلات البقاله لها وضع معين، محلات اللي هي بتاعت الاكل الفول والطعميه جنب منه لها اكل معين. كل حاجه لها درجات. الفروقات في الدرجات بتاعت المخللات، انواع المخلل نفسه بتعتمد على النوعيه اللي بياخدها المكان نفسه، اذا كان هايبر، كان سوبر ماركت، كان بقاله. بس هم على اميازهم مثلا، يعني انت مثلا الخيار اللي هو القشه الصغير، تمام؟ البصل بيكلس المستورد اللي هو بيقلمه مستورد والبلدي بتاعنا، ماشي؟ الزيتون الشرايح اللي هو الاخضر. بالنسبه بقى ايه يعني مثلا الفلفل البلدي، الفلفل المكسيكي، هي بتطلع يعني مثلا من تحت لفت جزر، فلفل، ليمون، خيار، خيار العادي اللي هو بتاعنا دوت، خيار اللي هو القشه، البصل، الزيتون الشرايح، الزيتون الاخضر، الزيتون الطبيعي، الزيتون الاسباني، الزيتون الكلاماتا، الدولسي. كل ما تيجي في الزوت انواع الزواتين في اللي هي الطبيعي دي، كل ما يبقى اعلى حاجه فيها. يعني تجيب كلاماتا مثلا، ده جامبوهات، تبص تلاقي الخامات بتاعتها. ما تجيبش المستورد، ما تجيبوش زي الايه؟ زي اللي هنا. بس طبعا كله بيميل للايه؟ بيميل للبلدي، بيميل للحاجه اللي هي بتاعتنا اللي هي تعتبر المصريه. وكل سنة وانتم طيبين، وبنسبة شهر رمضان المبارك.